عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحيت لي وحنا هنشري أنيقا يا رسول كبا وميرنشرني من إناء واحد والكلية أيان كم ميرنشرو بيها كدر درسنشري كلانا جنوب يضو اللبض يضوبا أن جناب قبنه جنوب وصفها ننكا يا قبدا يا اللبض يا شمع مد والبوح لنا يا جنوب رجل جنوب امرأة جنوب يا يعني وحوية هم جنوب شمعي حتى وحلورنا يا جنوب بلورنا وإن كنتم جنوبا فاتطهروا يا جنوبون الله مؤرن جنوب بلورنا مركا كلانا اللبضة يدمد ولو كم ذبا جنوب وجناب قبل وكان يأمرني ويأمر شريت للنبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وحبان قنتين شري عائشة ورميس نبي يأمر شريتنا وحقنتدو أي أن أتزر فأتزر مركزان وحقنتين شري يعني وحبان كحران شري هل كان حقا هوسي سيدي قنتي أو كلا فيباشرني وإباشر شرو يعني وإتتابا شري وأنا حائض والحال أنا أنيقو حائض أن عاد قبو وكان يخرج رأسه إلي عائشة وحيت لي رسول خوحها صلى الله عليه وسلم مد مدي حيسا حقا يقص صار أيها وهو معتكف والحال هو يسوى معتكف ومسجدك اعتكاف سيها قولي النبي صلى الله عليه وسلم الباب كيس ومسجدك كفرنا مركا يسوى مسجدك كتشرا أي مدي حيسا حق أقل كيسا قلين إياه يا مركا صي عائشة مضح أم ميريسا مرنا تمه أفريسا فأغسله مركزان ميري شري مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض أن عاد قبه أي النبي صلى الله عليه وسلم مدح أم ميري شري بخاري مسلم بحديث السوري أشياء ما حيو الشيء يسا عائشة وحيو الشيء يسا نقل الشريعة هذه أي صور نقل لي أحكام الشرع هيد أي دون يسو إن عطيسه ويا أمورها يا أشياء وحكو صابصا زوجاتك النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك كلوة وأقوم بديه هو كي قانين ويا النبي أيا بري علمي النبي كبري دون يسددك إني أوجد بيان أضدك كلام مركز ده أي أوجدان مركز واحد تري أنا يا رسولك صلى الله عليه وسلم لبضع يذبوي القرى أيان وكود ميدان إني أنا وبيها كدر تصنع إنا لبضع يذبوي كنا بقبني هل كوا حلقة قاضنا يا بيها س قعمها الله در تصنع يو كنا بدأ لقى ما يدان يو طهور إني يهين إني كبحين أو بيه جنابه إننا كد جاي ولا قاضنا يا ولا ما أرنا بيه جنابه قبان وحكل الله قاضنا يا إن بيها مستعمل إننا نقنين هذا قاركود وحيليهين دبيه مركا وحي نقنيان بيه مستعمل طهور نمدي ويكبح حيان وطاهر غير مطهر نقنيان لكن تاس دفق هذا اسكم وافق صنا ظواهر تأدي لذن أحاديثنا وحلق الدري الشنيا إننا وحبكم نقنين أيا لقى قاضنا waxa kale laga dariishanayo laga labaxay hadiskan gabadha caadada qabta in aan la fantayn inuu laga fogaanin nimanka yahuudda la yiraahdo waxay ahaan jireen gabadhaas hadii caado hesho umay soo dhawaan jireen kaana weyn in chaas tahay uga fogaan jireen yani waxa way jirkeeda way iska ilaalin jireen waa ka dheeraan jireen aadi aad bay uga fogaan jireen ila meel ayna la seexan jireen taa nabigu waa khilaafay sallallahu alayhi wasallam oyado حاسسك سوء الشناب قبان أي وقت هذا قارك أباشري يعني موضع عن مركا وحوي حيث كوكس جيه هاي أي كديراني وأنتو مركا إلى هذا وح مركا هوست كحرو أما وح جنتو أي ده نشر كذا أنت كلا هذا دون مركا أتابني وقت هذا قارك هذا عاد قبطة عائشة أي مدح النبي صلى الله عليه وسلم مرنا أمي ريسي مرنا أفي ريسي فرها جيجدة مر هداد حيط قبطكم أورن مر هداد ليق لاذا هاي فرها جيجدة مورن عايش النبي وحكوله صلى الله عليه وسلم مر يكوت لي مركه وحوي حيط بن قبا أيو حكول إن حيضتك ليست في يدك حيط كاجو جعنت هذاكم الصقنا حيطكم ليق عاد هذا لاذا هاي جعنت هذاكم الصقنا كساس أودي قبلي شركة دوا طاهر لكن ليق أن حيطكم نوع طهارة أبا كم مقن لكن طهارة دي نجاسة مقابل كواه هيد ما دي يقولون نجاسة هي واجبتها لكن شركي قبرده ده نجاس ما مركا وحوي على كل حال إن عندي بكستقناين قبرده عادة قبطاه
inay taabato iyo inay u feedho iyo in marka waxa weeye waxyaalahaas in ashiyadaasi dhib aynay lahayn ayaa laga qaadanaya. Waxay kale culimada qaarkood ka deliishadeen gabadha caadada qabta inay masjidka soo gelayn, waayo haddii masjidka inay soo gashaa ay u bannaan tahay, ta caaisha intay masjidka soo gasho ayay masjidka gudihiisa ugu feeri lahayd bay yidhaahdeen.